بونسوار يا أحلى عالم، اليوم رح نعمل مع بعض شكشوكة منقدمها مع الستيك، كتير طيبة وسهلة. ترقبوني. منحط زيت زيتون، بعدين شي 5 تقريبا حصوص ثوم ومنقليهم. بس دبل الثوم، حطينا 4 روس من البندورة من بعد ما غليناهم بمي وقشرناهم، فرمناهم صغير صغير. منضيف ملح، نص ملعقة صغيرة كزبرة يابسة، نتركهم يغلوا. من بعد ما تركناهم يغلوا 10 دقايق، شوفوا كيف صاروا، شي بشهي. هيدول منقدمها مع الستيك، بتطلع كتير طيبة. بون ابيتي.